استاذه كارما اتفضلي. شكرا سياده الرئيس. المحكمه اطلعت على ملف التحقيقات ومذكره الدفاع والمستندات اللي انت قدمتيها. انا اسفه يا فندم، انا عارفه ان الورق كتير شويه بس والله غصب عني. مفيش مشكله ولا حاجه، بس دي مستندات تخص النشاط العقاري لشركه الكومي. حضرتك معاكي اي مستندات تخص القضيه اللي قدامي دي؟ عندي يا فندم في صلب الموضوع وعصب القضيه، بس بعد اذن سيادتك ماجلاها للمرافعه. يعني ما كانش في داعي ان حضرتك تجهدي المحكمه بالورق ده كله؟ لا لا يا سياده الرئيس، لازم المحكمه تتاكد ان الحاله دي نشاز في تاريخ موكلي في نشاطه العقاري. تمام، والمحكمه اتاكدت يا استاذه. اتفضلي ترفعي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أوضح لسيادة المحكمة. أنا بعتذر يا فندم، تسمح لي أرد على التليفون؟ تليفون إيه يا أستاذة؟ أنت بتترفعي يا أستاذة. أرجوك يا فندم معلش، دي مسألة حياة أو موت، أنا هفتح السبيكر لحضرتك. كمان هتفتحي السبيكر؟ عشان سعادتك تتأكد بخطورة الموقف. افتحي السبيكر وخلصينا. إيه الجنون ده؟ أيوه أيوة يا حاج، سلام عليكم. إيه الأخبار يا أستاذة كرمة؟ طمنيني. الحمد لله تمام، أنا دلوقتي في المحكمة قدام سيادة المستشار، بيني وبينه 5 خطوات بالظبط. بجد يا أستاذة؟ المستشار وجدي ياسين بنفسه؟ يعني أمال خياله؟ لا مؤاخذة سعادتك، أصله فهمه بطيء شوية. إيه اللي بيحصل ده؟ أيوة يا حاج أنا معاك. طب فرحيني يا أستاذة، وافق خلاص؟ لا لسه، سيادة المستشار وجدي ياسين مصمم على 800,000، مش هينفع ينزل منهم ولا مليم. مش هينفع ازاي يا استاذة كارما؟ انت وعدتيني انك هتقنعي وجدي بيه بانه ياخد 600,000 ويخلص. دي جريمة علن يا سيادة الرئيس. دي اكيد مجنونة. يا نهار اسود. اقبض عليها يا سيادة العقيد. استنى بس يا سيادة العقيد ثانية واحدة. ولا ربع ثانية يا استاذة، المحكمة امرت بالقبض عليك. هفهم بس من سيادة المحكمة ايه التهمة اللي متوجهة لي، هتقبضوا عليا ليه؟ اعتقد ده من حقي. التهمة واضحة يا استاذة، مش محتاجة تفصيل. ايه التهم يا سيادة الرئيس؟ هتقبض عليا بتهمة ايه؟ الرشوة. حضرتك دي قضية رشوة، انت بتتكلمي مع واحد غريب في عرض رشوة على هيئة المحكمة. رشوة؟ أنا متهمة برشوة؟ أنا لساني نطق قدامكم كلمة رشوة؟ أمال سعادتك بتسمي الكلام اللي قلتيه في التليفون ده إيه؟ بيع وشراء يا سيادة النائب، وساطة بريئة جدا بين بايع ومشتري. بايع؟ أيوة يا سيادة الرئيس، سيادتك نشرت إعلان في جريدة الأهرام من أسبوع بتعلن عن بيع شقة مملوكة لسعادتك في حداية القبة ب 900,000 جنيه، وكاتب رقم تليفون سعادتك في آخر الإعلان. التليفون اللي جالي دلوقتي سمسار عقارات، معرفة قديمة، طلبني وسألني إذا كنت أعرف سيادتك ولا لأ، قلت له طبعاً أعرفه وهقابله كمان بعد بكرة. طلب مني إن أنا أتوسط لحضرتك إنك تعمل تخفيض في سعر الوحدة السكنية من 900,000 ل 600,000. بس خلاص. هو إيه اللي بس خلاص؟ ده تهريج يا أستاذة. أنت واقفة بتترافعي ولا بتتفقي مع سمسار شقة؟ لا بترافع يا سيادة الرئيس، والتليفون اللي أنا عملته ده في صلب القضية اللي أنا بترافع فيها، وأساس الجنائي اللي الداخلية بنت عليه التهمة الرشوة لموكلي. بعد إذن سيادة الرئيس، الأساس الجنائي سليم وملوش أي علاقة بالكلام الخايب اللي قالته الأستاذة. نسمعه يا سيادة الرئيس، أنا بطالب عدالة المحكمة بإن إحنا نفض حرز المسجل لموكلي، ونقارن بين الحوار اللي اتقال في التليفون وبين الحوار الخايب اللي أنا بقوله. 10 اتصالات في ربع ساعة ليه؟ دي جملة المشوهندس جابر في أول المكالمة. أنهي منطق بقى يقول إن جابر الكومي متفق مع مدحت الشربجي إنه يدير له صفقة رشوة كبيرة زي دي، ويرن عليه في نفس توقيت الصفقة 10 مرات وما يردش عليه، وفي الآخر لما يرد يقول له عايز إيه؟ يقوم رادد الأستاذ مدحت ويقول الراجل منشف دماغه على 7 مقفولين ومش راضي ينزل ولا مليم واحد. طب 7 ايه اللي مقفولين؟ 7 ايه؟ 7 جنيه؟ 7,700؟ 7 مليون؟ ما جاش في بال النيابة اللي حركت الدعوة وكتبت تقرير الاتهام إن الكلام ده مبهم جداً ويحتمل أكتر من معنى؟ ما جاش في بالها إن مدحت الشربجي بيدير صفقة الرشوة دي لنفسه
وانه كلم جابر الكومي بالاسلوب المبهم ده عشان يوهم المرتشي ان هو متفق معاه. ده التلبيس واضح يا سياده الرئيس. لو دي لعبه الشرباجي لوحده وجابر الكومي ما يعرفش عنها حاجه، جميل، ايه اللي يخليه يستجيب في المكالمه ويقول له اديهم له؟ موظف عنده بيشتري له عربيه، شاليه في الساحل، او شقه زي سعادتك، زي شقه الحدايق. أنا قلت في المكالمة المفتوحة أمام المحكمة إن سعادتك مش هتتنازل عن 800 ألف ولا مليم، وسعادتك وعدالة النيابة سبقته بسوء النية واعتبرته إن دي رشوة لعدالة المحكمة وأمرته بالقبض عليا، وأكيد كمان كنت هتقبضه على السمسار الغلبان اللي عيني عايش شقة. ده التفاف يا سيادة الرئيس، وطريقة ملتوية من الأستاذ عشان تخلي عدالة المحكمة تتكلم عن أيوة التفاف يا سيادة النائب، هي مش محتاجة أي ذكاء، وأكيد التليفون ده اختراع تافه مني، حيلة. أنا اللي قريت الإعلان وكلمت السمسار وطلبت منه إن هو يكلمني في التوقيت ده بالتحديد، ومستعدة أتحمل اتهامي لافتعالي دليل وهمي أمام عدالة المحكمة. أنت مش شايفة إن دي جرأة زيادة عن اللزوم يا أستاذة؟ طب أعمل إيه يا سيادة الرئيس؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه والداخلية مصممة إنها تورط موكلي وتدينه وتدمره بأي شكل؟ أعمل إيه عشان أهرب من الترصد العجيب إلا بالطرق الملتوية دي؟ يا سعادة الرئيس الواقعة واضحة جدا، والمتهم التاني ما اعترفش بأي كلام من ده في تحقيق النيابة. حضرتك عايزه يعترف بإيه؟ بإنه استغل وظيفته في شركة جابر الكومي؟ بإنه استغل جابر الكومي في مكالمة تليفونية رخيصة عشان ينهي صفقة لنفسه؟ أنا عايزة أعرف إحنا ممكن نتهم جابر الكومي بإيه بالظبط؟ أحاسبه على مكالمة مبهمة وغامضة زي اللي عملتها قدام سعادتك؟ وكل ده عشان إيه؟ عشان في ناس كتيرة في البلد بتكره جابر الكومي؟ أيوة، في ناس كتير في البلد بتكره جابر الكومي وأولهم أنا. أيوة سيادة الرئيس، أيوة أنا بكره جابر الكومي، ما بصلطفوش. وقبل الواقعة بيوم واحد بس قدمت استقالتي للشركة، وآدي صورة الاستقالة. إنسان متعجرف، أناني، فاكر إن هو من طينة غير طينة البشر كله. لكن السؤال المهم لعدالة المحكمة، هل عشان أنا بكره أي مخلوق في الدنيا أو ما بستلطفوش أتهم وأدمر سمعته وحياته ويرميه في السجن؟ مرافعة تاريخية مذهلة، قدرت تدخل جوه قلب رئيس المحكمة وتقنعه بجد ببراءة جابر الكومي، ده غير الأدلة القوية اللي هي قدمتها. أخدت حكم براءة لجابر الكومي وحكم بخمس سنين لمدحت الشرباجي. لو الشيطان نفسه كان بيترافع للكومي ما كانش قدر يخلصه بالعبقرية دي. انتي بتعيطي يا داليا؟ لا، بس أنا عايزة أعرف حضرتك بتفرجيني الفيديو ده ليه؟ أنا بقول عليكي شاطرة وذكية، أكيد يا داليا أنت فاهمة كويس إن مفيش حد أحسن منك يقدر يتكلم عن كارما سليم. يتكلم يعني إيه؟ افهمي يا داليا، كارما النهاردة بطلة حدث مسمع في البلد كلها، صورها وأخبارها وكل شيء عنها مغرق السوشيال ميديا، يعني بقت سوبر ستار. وأنا مالي؟ يعني ايه وانتي مالك؟ هي في مادة احسن من كده نقدمها في اول حلقة في البرنامج بتاعنا؟ انتي نسيتي انك بنت خالتها وانك اكتر واحدة تقدري تتكلمي عنها؟ انا كده فهمت، بس لو حضرتك فاكرة بقى ان انا ممكن اقبل الشغل هنا عشان انا اقرب مصدر لكارما سليم، لا، النمر غلط. انا معرفش حاجة عن كارما ولا لي اي علاقة بيها. عن اذنك داليا الثانية، اللي حضرتك كنت عايزاه مني مش هتلاقيه. انا لا هستضيف كارما ولا حتى همجد فيها، وده عز الطلب بالنسبة لي. عز الطلب؟ يعني ايه؟